فضيلة الشيخ، هل يجوز القراءة مع الإمام؟ القراءة مع الإمام منهي عنها إلا في الفاتحة، فاتحة لا بد منها. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الفجر، فلما انتهى من الصلاة قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن يقرأ بها، وما سوى الفاتحة فإنه لا يقرأ والإمام يقرأ.